الآن مشاهدينا من استديوهات يوم جديد سننتقل معا إلى زميلنا محمد الحربي المتواجد الآن في محافظة المفرق. من صبح عليك من جديد يا محمد، يا صباح الورد. يا هلا يا صباح الورد. احكي لنا يا محمد الأجواء كيفها عندك اليوم بمحافظة المفرق، يمكن شوي الأجواء بتختلف عن عمان، ولا كيف شايف الوضع؟ يعني أجواء جميلة جدا، يعني خلينا نحكي اليوم الرياح شرقية نوعا ما. نعم نعم صحيح. حدثنا إيش رح يكون في عندك اليوم بهذا نعم الربط المباشر عبر شاشة التلفزيون الأردني بوجودك داخل محافظة المفرق الجميلة. نعم صباح الخير، مكملين معكم مشاهدينا ضمن قافلة برنامج يوم جديد. اليوم متواجدين بهذه الكنيسة التي يبلغ عمرها ما يقارب 230 ميلادي. اليوم راح نتعرف أكثر على هذه الكنيسة، وراح يكون معنا الدكتور إسماعيل ملحم للحديث أكثر عن هذه الكنيسة. دكتور صباح الخير. صباح الخير للمشاهدين الكرام، أهلا وسهلا بكم في بلدة رحاب. بلدة رحاب الجميلة هي إحدى بلدات محافظة المفرق، وتقع على ارتفاع يقارب 900 متر ضمن سهول فسيحة، ولذلك يعني اسمها مرتبط لغويا بالرحابة والاتساع بالنسبة للسهول. دائرة الآثار العامة في حوالي العام 2002 أجرت حفريات في هذا الموقع كشفت عن إحدى أقدم كنائس العالم، وهذه الكنيسة حسب النقش الذي عثر في الكنيسة تعود إلى حوالي سنة 230 ميلادية. وأشرف على هذا العمل الزميل السابق عبد القادر الحصان، وبعد التحليل تبين أن هنالك أيضا كنيسة كهفية تجاور الكنيسة القائمة فوق سطح الأرض، والكنيسة الكهفية تمثل إحدى أقدم الأماكن العبادة في هذه المنطقة. فكما يعلم المشاهد الكريم أن العبادة كانت في بداية الدعوة المسيحية أو التوحيدية كانت سرية، ولذلك كانت تتم في الكهوف، وهذه الكنيسة الكهفية موجود فيها الآن حنية باتجاه الشرق، وكانت تتسع لما يقل عن 50 شخص يؤدوا طقوسهم بشكل سري. في حوالي منتصف القرن الرابع الميلادي، وبعد أن أعطيت الديانة المسيحية التسامح من قبل الدولة الرومانية، أصبح هنالك توسع في بناء الكنائس، ولذلك هذه الكنيسة القائمة بخلفنا كما تشاهدون على الشاشة بدأ التوسع فيها بعد منتصف القرن الرابع الميلادي، ورصفت أرضياتها بالفسيفساء في حوالي القرن السادس الميلادي. النقش الذي وجد بالقرب من هيكل هذه الكنيسة مكتوب بالأحرف اليونانية، ويشير إلى تاريخ تدشين الكنيسة الكهفية وهو سنة 230 ميلادية. وبالنسبة لأقدمية هذه الكنيسة فقد ثبت يعني من خلال الاكتشافات الأثرية أنها إحدى أقدم كنائس العالم، باعتبار أن كنيسة أم الزنار في مدينة حمص في سوريا تعود لحوالي 59 ميلادية. هذه الكنيسة يعني عملت بالتخطيط البازيليكي المكون من ثلاثة أروقة يتقدمها هيكل الكنيسة، أطوال صحن الصلاة حوالي 13 في 20 متر، ودائرة الآثار العامة حريصة على إبراز هذا المعلم الأثري بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ليكون نقطة جذب للسياح. تحدث عن عدد الكنائس الموجودة في منطقة رحاب. عدد الكنائس الموثقة لدينا حوالي 24 كنيسة، ولكن هذا لا يعني أن هذا الرقم نهائي، باعتبار أن هنالك اكتشافات متوالية، والأرضيات الفسيفسائية منتشرة في كثير من الأماكن بين الأحياء السكنية، لذلك يعني نترك الرقم مفتوح، ولكن إن دل هذا فإنما يدل على الأهمية الدينية التي احتلتها مدينة رحاب. فوجود هذا العدد الكبير من الكنائس بما فيها كنائس من العصر البيزنطي والأموي أيضا يشير إلى التسامح والتعايش الديني بين السكان. بالمناسبة يعني إحدى النقوش في رحاب أشار إلى الاسم القديم لمدينة رحاب، وأشار إلى أن اسمها كاسترو بمعنى الحصن أو القلعة، فهو يشير إلى أن أبناء هذه البلدة كاسترو قاموا ببناء كنيسة ما.
العصر البيزنطي. بدي أشير إلى أنه أيضا في العصر الأموي وجدت مجموعة من الكنائس، يعني كان هنالك استمرارية في أداء الطقوس الدينية بشكل يعني متسامح بين السكان في هذه البلدة. أيضا بلدة رحاب خرج منها أحد القراء السبع للقرآن الكريم وهو عبد الله بن عامر اليحفصي، وأيضا وجد فيها مسجد من العصر الأيوبي المملوكي. الحفريات الأثرية، يعني دكتور احنا هون نتحدث عن قيمة تاريخية، يعني احنا بنحكي عن قيمة رحاب التاريخية. أكيد بدون شك أنه هذا الموقع لم يشهد انقطاع تاريخي كما تلاحظ، العصر الروماني البيزنطي الأموي الأيوبي المملوكي، هذه الاستمرارية تشير إلى موقعه، أهميته الاستراتيجية. أيضا ما أحب أن أشير إليه أن وزارة السياحة ودائرة الآثار العامة أيضا تهتم إلى حد كبير بالمباني التراثية، فهنالك مجموعة من المباني التراثية التي بنيت في العصر الحديث ولكنها لها قصة مرتبطة بذكريات وحياة سكان هذه المنطقة، فإن شاء الله راح يكون في إلها تأهيل وصيانة وترميم. أيضا راح يكون إن شاء الله هذه السنة 2019 كجزء من مشاريع اللامركزية في محافظة المفرق أعمال صيانة وترميم لمجموعة من المعالم الأثرية، من بينها هذه كنيسة القديس المظفر جورجوس التي نقف فيها. سوف يتم إزالة الأسوار الحديثة من الطوب الإسمنتي وتوحيد قطع الأراضي حولها بحيث يصبح فسحة ومجال للسواح والزوار للتجول في هذا الموقع. ما نرجوه من الأخوة المواطنين، يعني الذين يقطنون بقرب المواقع الأثرية والمعالم الأثرية، هو الحفاظ على نظافتها والتعاون مع دائرة الآثار العامة في إبقائها بشكل سياحي، خاصة المرافق الصحية وما شابه. دكتور نتحدث عن الأهمية، أهمية رحاب بالنسبة للعالم، بدون مش الأردن للعالم. أشكرك. يعني بالنسبة للعالم حكينا إنها الكنيسة القديس جورجوس هي إحدى أقدم كنائس العالم، وهذا بحد ذاته يعني يعطي تشجيع للسائح لزيارة هذا الموقع، فبدون شك راح تكون رحاب بالإضافة إلى أم جمال وأم مسرب نقط استقطاب سياحي ممتازة في محافظة المفرق، ونحن يعني إن شاء الله نعول على جهود الخيرين ومجلس المحافظة في دعم نشاطات دائرة الآثار وزارة السياحة. يعني الخدمات اللي تقدمها دائرة الآثار في محافظة المفرق لهذه الأماكن، موقع رحاب هو مشمول بالتذكرة الموحدة لمحافظة المفرق، يعني من يزور رحاب بإمكانه أن يتجول في أكثر من موقع مشمول بهذه التذكرة مثل أم جمال وأم مسرب وحيان المشرف وغيرها. فالآن هذا العام إن شاء الله سوف يشهد المواطنون، سوف يشهد السياح تحسن في مواقع رحاب، وإن شاء الله أنه كمان يكون في إقبال أكثر وأكثر، يعني كل ما يصير عمليات تحسين وصيانة بدون شك هذا يشجع السياحة. لكن أهم نقطة أنا بحكي أنه المجتمع المحلي أن يحافظ على هذا الإرث، أن يحافظ على هذا المكتسب السياحي الاقتصادي. أبناء المجتمع المحلي هم بحاجة ماسة إلى فرص عمل، السياحة والآثار ممكن أن تكون يعني مساندة في هذا الاتجاه. نعم مشاهدينا نعود إليكم من جديد، كنا مع هذه المنطقة المليئة بالتاريخ ومليئة أيضا بالإرث الثقافي والحضاري، مر عليها كثير من الحضارات. نعود الآن مشاهدينا إلى استديوهات برنامج يوم جديد، لكن نخليكم مع هذه اللقطات المباشرة وصباحكم سعيد. الشكر الجزيل لك محمد الحربي ولكل زملائنا اللي موجودين الآن في محافظة المفرق.